استيقظت ساكنة بروكسل صبيحة يوم الثلاثاء على فاجعة أرعبت بلجيكا والعالم بأكمله، حيث نفذ إرهابيون عملية إرهابية في مطار زبنتم ومترو الأنفاق مالبيك. بما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى كانت تهمتهم الوحيدة أنهم أبرياء. فبعد وقوع الفاجعة استقبلت ساحة لابوس كل الأجناس، جاءوا ليعبروا عن تضامنهم واستنكارهم لما وقع، منددين بهذا العمل الشنيع الذي لا يمت للإنسانية بصلة، حيث امتزجت أحاسيس العامة بأضواء الشموع الممتدة على البسيطة، ورايات العالم أبت إلا أن تتحد وتعلو شامخة بأعلامها، منظر يوحي بالوحدة والحب، رايات مفادها أنا أقبلك بعيدا عن أي انتماء عرقي أو طائفي، وإن كان بعض الحاقدين للأسف جردوا أنفسهم من قاعدة محبي السلام. Oui, c'est réellement c'est terrible c'est toute cette histoire de terrorisme, mais je pense surtout au fait que ce terrorisme ce n'est pas ça tombe pas du ciel. Il y a toute une histoire qui a commencé avec la colonisation des régions arabes par la France et par l'Allemagne, par l'Angleterre après la Première Guerre mondiale. Ils ont réparti le pays ou la région pour la coloniser, sachant qu'il y avait du pétrole. Et donc tout ça a été, s'est développé et toutes ces contradictions qui ont été provoquées par cette politique impérialiste-là, cette politique impérialiste-là et les contradictions qui ont été provoquées par elle, résulte maintenant, 50 plus tard, 100 années plus tard, dans des bêtises monstrueuses, des gens qui n'ont pas la tête sur leurs épaules, qui font des stupidités, qui sont stupides, qui font des stupidités, et qui utilisent la religion et toutes sortes de bêtises. وهنا محطة المترو. فبينما بالأمس كانت مكتظة بالمسافرين، نجدها اليوم تستيقظ على حراسة مشددة، ترتدي زي المهابة والخوف في مشهد يدعونا لوقفة أطلال إنسانية بدماء همجية. وبما أن الأنفاق لها صلة بالأشخاص، فقد قرأنا في وجوه ساكنة العاصمة بروكسل الحزن واليقظة والترقب، خائفين على أرواحهم التي ما عادت للأسف آمنة. وأن كل منهما يحمل عمقا داخله، ارتأينا أن نولي وجهتنا شطر المحلات التجارية
كي نعبر من خلال تصويرنا لهذا الخلاء الذي يعرفه الوسط والذي كان في مثل هذه المناسبة الربيعية للعالم الفارط مليء بالسياح المساهمين طبعا في الرواج الاقتصادي، في حين نجد اليوم وبسبب هذا العمل الإرهابي الشنيع قد أثر سلبا على الجانب المادي والنفسي على التجار. نترككم مع الصورة فهي خير برهان.